أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا يسرني ويسعدني كثيرا حضور إخواني الأعزاء من فضلاء الحوزة العلمية والخطباء الأكارم إلى أكاديمية الحكمة العقلية من أجل المشاركة في هذه الدورة التي عبارة عن سلسلة من الجلسات الفكرية في مجال الحكمة العقلية. كل هذا من أجل السعي في تحكيم قواعد وأسس الخطاب الديني، من أجل أن يحتل المنبر الإسلامي مكانته الطبيعية داخل المجتمع في طريق الإصلاح والهداية إن شاء الله. هذه الدورة سنقسمها على مراحل خمس، يعني على خمس مراحل من أجل استيفاء الغرض. المرحلة الأولى، طبعا كل مرحلة ستستمر حوالي أسبوع تقريبا، مراحل متقطعة بينها فواصل من شهر مثلا أو أسبوعين بحسب ما نتفق فيما بيننا. خمس مراحل، كل مرحلة أسبوع تقريبا. المرحلة الأولى تتعلق ببيان قواعد التفكير الصحيح في صناعة المنطق، والمرحلة الثانية تتعلق ببيان المناهج المعرفية وكيفية استعمال الأدوات المعرفية بنحو منسجم من أجل الوصول إلى الواقع. والمرحلة الثالثة تتعلق بالمبادئ الكلية للرؤية الكونية الفلسفية، المبادئ الكلية للرؤية الكونية الفلسفية. والمرحلة الرابعة تتعلق بفلسفة التربية والتعليم، فلسفة التربية والتعليم. والخامسة فلسفة الحقوق والنظام السياسي. طبعا هذه الجلسات سيغلب عليها الجانب الحواري أكثر من هو جانب التدريس، هذا ليس درس وإنما هو حوار أكثر مما هو درس، فقائم على المشاركة. ونسعى أيضا أن تطرح مسائله بنحو جديد وليس بنحو تقليدي يربطنا بالواقع الذي نعيش فيه، ونبين حاجة الخطيب بما هو خطيب من هذه المباحث والمسائل المطروحة. فهذه الدورة المقررة لها إن شاء الله نشرح فيها اليوم السبت إلى نهاية الأسبوع تقريبا، سنقسمها إلى عدة جلسات، والجلسة حوالي ساعة تقريبا ثم استراحة للحوار والراحة، ثم نشرح أيضا بعدها حوالي 45 دقيقة، ثم نترك فرصة أيضا للأسئلة والنقاش. كل جلسة بهذا الشكل بهذا النحو إن شاء الله. جلستنا اليوم في قسمها الأول سنتعلق ببيان ماهية صناعة المنطق وهدفه وأهميته، هذا في القسم الأول الليلة، ماهية صناعة المنطق وهدفه وأهميته. وفي القسم الثاني سنتعرض للشبهات التي أوردها خصوم المنهج العقلي على صناعة المنطق على مر التاريخ. هذا اليوم، غدا سنتعرض لماهية صناعة الخطابة وهدفها وأهميتها في الجلسة الأولى، ثم بعد ذلك في القسم الثاني سنتعرض لحاجة الخطيب الديني لصناعة المنطق مع الإشارة إلى عواقب الوخيمة التي لحقت بالمنبر
الديني بسبب الابتعاد عن المنهج العقلي وصناعة المنطق. أما في سائر الأيام فسنتعرض على ذلك المسائل نفس صناعة المنطق بنحو تفصيلي في كيفية اكتساب التصورات، في كيفية إنشاء الدليل في الصناعات الخمس، ونأمل في النهاية نحن نصل إلى بيان لبعض نماذج الخطاب العقلاني المستفاد من العلوم العقلية. طيب، إذا نشرع في القسم الأول الآن بحول الله تعالى وقوته، فنقول إن صناعة المنطق تتعلق بتنظيم عملية التفكير الإنساني، بتنظيم عملية التفكير الإنساني. الإنسان لا شك أنه كما يقول الحكماء حيوان ناطق، يعني حيوان مفكر، يعني يتميز عن سائر الكائنات بكونه مفكرا. طبعا التفكير من الخصائص الذاتية فعلا للطبيعة الإنسانية، يعني لا يوجد مفكر في عالم الوجود إلا الإنسان، لا الباري سبحانه وتعالى ولا الملائكة لهم العقول ولا سائر الحيوانات ولا النباتات ولا الجمادات. الخاصية التفكيرية هي من خصائص الإنسان، هذه بدنا نعرفها. لماذا؟ حد يمكن أن يجيبني؟ انحصار وخلي الآخر يجوا. باعتبار المولى ما يعني التفكير يعني بالتالي يعني انتقال إلى مستوى أعلى، بل لا يحتاج إلى ذلك. وكذلك بالنسبة للملائكة الحيوان يصل يعني صار بالنسبة الموضوع. طيب الأخ مثلا اسمه شيخ مرتضى. شيخ مرتضى حياك الله. تفضل شيخ مرتضى. هو باعتبار أن التفكير المول لا يحتاج إلى هذا. لا أنت بس فعما أنت ما إحنا كم الإنسان لماذا اختص بالإنسان؟ التفكير يحتاج إلى إيه؟ هو يحتاج إلى أمرين وهو لا فقط في الإنسان، مجموعهم يعني يجتمعان في الإنسان فقط دون غيره. أقصدكم التصور عن التصديق؟ هو التفكير نفس التفكير حنشير إليه الآن. شوف شيخنا، باعتباره عملية التفكير في الحقيقة انتقال من معلومة إلى معلومة أخرى. طيب، وبالنسبة للباري سبحانه وتعالى باعتبار أنه المعلومات كلها حاضرة عنده فلا يحتاج بأن لا أنت ما تقولش على ذلك. أقولك ليه مثلا الحيوانات الأخرى ما عندها، الجمادات ليش ما عندها؟ أنت شوف الخصية الحاجة للتفكير، التفكير يحتاج إلى أمرين. إذا أنت أشرت إليهم خلاص أنت ما يحتاج أن تقول الباري سبحانه وتعالى، لأن الباري مو متعلق بالباري، حتى الجمادات حتى النباتات ككل. لماذا اختص الإنسان بالتفكير؟ لابد تركز على الإنسان. أولا عنده عقل. أحسنت، التفكير يحتاج إلى العقل، لأن العقل هو أداة التفكير. والثاني ثاني يحتاج إلى معلومات من العقل بالنتيجة أول لي لا، ما هذا الحيوان عنده معلومات موجود مجهول، يعني نحاول تحصيل المجهول. لا ما هو عالم غيبي وعالم مادي. أحسنت، يحتاج أن يكون أيضا مادي متعلق بالمادة. فكون عنده عقل خرجت الحيوانات والنباتات والجمادات، كون ما فيش إلا مادة خرجت الملائكة والباري سبحانه وتعالى. لأنه حركة، فالحركة تكون في المادة. إيه هي إذن هذه الحركة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. واضح أم لا؟ حياك الله، حياك الله. فهمنا ليش المفكر الوحيد في العالم هو اللي فهمه. أشياء تهمته كخطيب تبين للناس من أخص خصائص الإنسان هي هذا، بل تكاد تكون الخصائص الوحيدة الأساسية هي هذا التفكير. لذلك عندما قال الحيوان ناطق هذا من باب هكذا الجزاف، فصله المقاوم يعني ما يمتاز به عن سائر الأنواع في عالم الوجود، في عالم الوجود كله. واضح أم لا؟ لأنه عنده عقل وإنه متعلق بالمادة. اللي ما عنده عقل او عنده عقل وما عنده تعلق بالماده لا معنى انه يكون يفكر، فذلك ما يحتاج الى علم المنطق. واضح ام لا؟ نعم. طيب، اذا التفكير من الخصائص الذاتيه للطبيعه الانسانيه، هذه مهم، واذا شئت تبينها للناس حتى على المنبر تبين الانسان كيف صار انسان مو بجسمه
مو بشهواته، مو بحركاته، مو بإحساسه، واضح من هذه كلها أشياء مشتركة. فلو وجد مفكر غير هذا الجسم نطلق عليه إنسان. نعم أحسنت. مثل ماذا؟ مين هو شريك الإنسان هذا في الوجود؟ تفكير الجن. الجن، ولكن الجن مخلوق موجود قرآني بعد. إحنا ما عندنا دليل برهاني على الجن، واضح من الله؟ جن موجود قرآني أو ديني جاء عن طريق الوحي. أما الفلسفة فلسفة تجي عندهم الجن، صحيح؟ موجود باسم الجن، نحن نأخذه تعبدا على نحو القطع. الجن قطعا موجود لكن من القرآن، من الروايات، واضح من الله؟ هذا يطلق عليه إنسان يعني؟ لا، هو نفس الشيء، هو حيوان ناطق أيضا، وبده يكون حيوان ناطق. إذا كيف عرف من حيوان ناطق؟ وطبعا إذا هو كان هو في أصل وجوده بهلياته البسيطة من القرآن أو من الروايات، فيكون الوصف أيضا هلياته المركبة تكون من القرآن. من القرآن أيضا، لأنه مكلف. هو قال أنه شيء أحسن، لأنه إحنا نفهم العقل بذات ينتزع إذا كان في هذا الوهو مكلف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سنفرغ لكم أيها الثقلان إلى آخره. قطع الجن مكلف كما هو جاء القرآن والروايات، والمكلف لابد يكون مفكر، واضح؟ فقطع الجن مكلف، لأن القرآن قال هكذا، وإذا كان مكلف فقطعا لديه عقل وعنده تفكير، واضح؟ ذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، واضح؟ نفس الشيء، نفس الشيء. ولكن طبعا حسب الروايات إن الجن الجانب المادي فيه أقوى من الجانب الايه؟ العقلي، نعم. لذلك صارت الإنسان له الولاية عليه. الأنبياء أنبياء الجن والإنس، الأئمة عليهم السلام والأمر عليه السلام إمام الجن والإنس، هم ما يحكموا على الإنسان، الإنسان حاكم عليهم. طبعا الإنسان المعصومين فقط، ما يقصد يعني الأنبياء، إنه الإنسان أشرف من الجن، أشرف من الجن ليه؟ من الناحية الروحية أقوى، يعني أعقل منهم، وملاك الولاية العقل، ملاك الولاية العقل. نعم من الناحية المادية أقوى من الإنسان بلا شك، أقوى منه، يتشكل بتشكيلات مختلفة، ممكن يدخل من داخل الإنسان يخرج من الإنسان، واضح له أنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونه، هذا امتياز له. جسمانيا قطعا أقوى منك، ممكن يطول الأرض، ممكن لا، أشياء اللي هي عجيبة غريبة، واضح أنه هو جسم من ناحية جسمانية أقوى. وهذه ما تعطيه شرف وجودي، تعطيه شرف حيواني، يعني حيوان أشرف منك، أقوى منك حيوانيا، واضح؟ من ناحية جسمانية، وهذه ما تعطيه الولاية، ملاك الولاية العقل والعلم، واضح؟ إذا كان أصبح الجن تابع للإنس. تفضل. لا ما عندي شيء. واضح؟ مهمة ومفيدة. يعني كيف صار أنه أقوى من الإنسان جسمانيا؟ حسب الروايات أنه مصنوع من النار، وأنه هو يتشكل بأشكال مختلفة، وبعض الروايات ترجع تروى عن نشوف أنه يطلع بصورة نملة، صورة ذبابة، صورة عقرب، صورة يطلع بصورة تشكل صور حيوانات ونباتات وكثيرة، ويظهر مرة ويختفي مرة، واضح لا، وينفذ من جدار. وإن كان يعني يتمثل أيضاً من الجسم الإنساني؟ إيه نعم، ممكن يتمثل بجسم الإنسان، يتمثل عند يعني طبيعة الهيولة، قد حد يختلف عن طبيعة الهيولة الإنسانية، واضح؟ الصورة الجسمانية أشرف وأقوى، وده اللي خلى إبليس يعتقد أنه أشرف، لأنه إنسان حسي، وهذا ما ألا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ نعم، النار أقوى من الطين، واضح لا؟ شد، النار تحرق الطين. فالنتيجة الـ هو أشرف من الدين، لكن هذا لا يكون ملاكا للولاية، الولاية بالعقل، الإنسان أعقل من الجن، فصار هو إيه؟ الأنبياء والأئمة عليهم السلام كلهم من الإيه؟ من الإنس. ما عندنا مصطلح الجن أيضا إنسان، لأنه مفكر ولأنه موجود مادي. لا بس الإنسان هو مخلوق قرآني، الله سمى جن، إحنا تبع النص بقى، تعبدي، ما عندنا برهان هذا الموجود أصلا، واضح؟ فتعبدي. فإذا هذا هم ما نخرج عن الوقت، المهم هذا اذا التفكير من خصائص الذاتيه للانسان، ونقول الجن تعبدا، واضح ام لا؟ طيب، وهذا ملاك التكليف ايضا كما يكون. طيب التفكير، عندنا نقول التفكير من خصائص، ما هو التفكير؟ ما هو التفكير؟ شيخ احمد تفضل، ما هو التفكير يا سيدي؟ عرفنا التفكير بسرعه من وجهه نظرك، ما هو التفكير؟ انا افكر يعني ايش؟ عملية التفكير مثل ما قلت أثناء كلامي بأنه انتقال من معلومة إلى معلومة أخرى. لا، شوف عاصم تفضل. انتقال من المعلومة إلى مجهول، يعني إلى أحسن، من المعلوم إلى المجهول، المعلومة تأخذ بعد المعلومة، بعد المعلومة لا ينتقل إليه، تحصيل حاصل بعد الانتقال.
أو قل حركة العقل في المعقولات في الانتقال من المعلوم إلى إيه؟ إلى المجهول. هذه الحركة حركة هي الحركة ثلاثة تكون في المحسوسات مثل المشاهدات هكذا الإنسان يشاهد يتفرج على شيء صحيح؟ وطبعا تكون في المخيلات ثاني في الصور الخليه يستلقي هكذا ويستعرض احداث اليوم كلها احداث اليوم كلها في من الصباح الى المساء هذا اسمه ايه؟ تخيل. اما الحركه في المعقولات في المعاني الكليه هذا يسمى ايه؟ تفكير. هذا التعريف الدقيق للتفكير حركه العقل في المعقولات في المعاني الكليه من المعلوم الحاصل لاكتساب الايه؟ المجهول. واضح؟ فهذه الحركة هدفها ايه؟ كسب المجهول يعني كسب المعرفة يعني التعلم بالتفكير نتعلم ونكتسب الايه؟ المعرفة ونخرج من ظلمات الجهل الى نور العلم. واضح؟ طب من الواضح انه إذا كان التفكير حركة من المعلوم إلى المجهول إذن هذه الحركة مشروطة بوجود له المعلوم. اللي ما يكون لديك معلوم ممكن أن تفكر؟ لا لو أن تفكر هو المنطلق بعد المنطلق المعلوم المبدأ المعلوم والمنتهى له المجهول. حركة الحاجة المبدأ والمنتهى وما فيه الحركة المعلومات وضع لا مبدأ منتهى شيء طبيعي. فلذلك رأس مالك معلوماتك رأس مالك مثل رأس مال التاجر رأس مال التاجر في المال بضاعة واضح. شو طبيعة التاجر انه التجربة عم يأخذ هذا الامبسري هذا اشترى هو بألف دينار ينزل السوق يبيعه ألفين دينار يربح فيه ألف. هي التاجر اللي عنده بضاعة هذه ولولا رأس المال هذا ما يصير تاجر. بس لو نزل صفر لدين إلى السوق يستجد ما يصير تاجر. التاجر ينزل السوق ببضاعة اشترى مبلغ معين ها يبيعها بضعف الثمن مثلا ويربح الباقي البضاعه البيع التجاره عباره مرابحه مو اكثر من ذلك. واضح ام لا؟ طيب واضح الى هنا. فان لم يكن لديك مال لا يمكن معلومات لا يمكن تفكر. طب وبطبيعه الحال التاجر كلما زاد راس ماله ازداد ايه؟ قدرته على ايه؟ على الربح. شيء طبيعي اللي عنده بضاعه ب 1000 دينار غير اللي عنده بضاعه بمليون دينار. ابو مليون دينار راح يكسب له ايه؟ نص مليون دينار. اما الاخر ابو 1000 يكسب له 500 دينار. كلما زالت رأس المال كلما زالت القدرة على ايه؟ طب مو فقط الكمية ولكن الكيفية ايضا المهارة. انا ما بعطيك مليون دينار لكن تخسر في السوق ما عندك مهارة. المهارة ايضا مهارة مهمة. فنفس الشيء الانسان كلما زالت معلوماته كلما زالت قدرته على اقتناص المجهول، أليس كذلك؟ هذا شيء واضح. لذلك انت السن الدراسي المرحلة الدراسية في كل أنحاء العالم تبدأ بسن كم؟ ليش هذا؟ مو أمر اعتباري يعني هو اعتباري اعتبار نفسي أمري واقعي مو يعني هكا وجزافي مو جزافي. ليش؟ لأن الطفل دون الستة ما يمكن يفتهم المنهج اللي الموضوع له في الصف الأول الابتدائي. هذا المنهج الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم هو لهذا السن. يعني هذا السن غالبا دونه لا يمكن ان يستوعب هذا الـ هذا الـ هذا المنهج الموجود. يقول لك ست سنوات شرط ست سنوات حتصبح مؤهل. الطفل بيلعب سنين سنتين ثلاثه اربع سنين ما يفهم شيء ما يفتهم شيء ما عند ليش ما عنده البضاعه او راس المال الذي يؤهله ليه؟ للتعلم. فهذا هذا السن. واضح ان كل مرحله تؤهلك للمرحله ايه؟ بعدها تخلص الصف الاول ابتدائي تصبح مؤهلا للصف الايه؟ الثاني يأهلك دبلوم يأهلك الليسانس الماجستير ماجستير للدكتوراه. هذا التدرج التعليمي مو عشوائي هكذا قائم على اسس عقليه او قلائيه حكيمه. واضح؟ هذا كله رجع ليه؟ لراس المال. راس المال من ناحيه الكميه والقدره على التفكير من ناحيه الكيفيه. واضح؟ بلا شك انت الان قدرتك على التعلم اعلى بكثير عندما كنت في الصف الاول الابتدائي. لا تقاس. الطفل في الصف الاول ان يجلس معنا ما يفهم شيء. انت لم تفتهم لانك مؤهل لهذا الامر. عندك البضاعه واضح ام لا؟ عفوا شيخنا هذا الان اللي موجود في الدراسات
يعني النوابغ اللي يسمونهم أو يطلقون النوابغ في أي مجال يمكن أن نضعها من هذا الكلام؟ إيه نظر قدرة عندي قدر الحدس، قوة الحدس عنده قوي جدا فقط. إيه طبعا قوة الحدس الكيفية، كيفية بصورة يعرف يستفيد المسلم في بعض التاجر من ألف دينار ممكن يخلوه لك مليون دينار، يعني يكتب مهارة عنده، مهارة عنده في يبدأ من البسيط ويبدأ من الصفر ويصير ملياردير في تجارة كده، وواحد يبقى عنده دائما فقير تاجر حياته كلها عنده هذا دكان البسكويت ولا الآخر ما يموت ما يعرف يطور نفسه، فواحد يبدأ من باع بسكويت يصير بعد ذلك باع سيارات وباع وضع لا يطور نفسه المهارة ده قلنا كيف مهم نابغة يعني كيف ملكا هذه هم لها وقت محدد أو في وقت مثلا عادة تكون؟ إيه عادة هي ده عادة لقنا عادة يكون دائما ست سنوات. ليش؟ هو حتى علماء النفس يقول والطفل مهمة جدا إن إدراك الشكل الأول الضرب الأول من الشكل الأول في القياس ست سنوات ثمان ست سنوات من خمسة ست سنوات لأصلا بدونه ما يمكن تتعلم أي شيء، يعني إذا كان ألف باء وباء جيم فألف جيم هذا يدركها الطفل من سن تقريبا ست سنوات اللي هو سن الدخول المدرسة. إذا قلت لك هذه الأعمار موجودة على بحوث علمية موجودة بحوث نفسية تربوية وهكذا عشوائية واضح لا؟ وياك متفق عليه بين كل العقلاء. في شذوذ بعد ذلك ممكن في السن ده يبقى على البلادة أو يكون عنده نبوء قبل هذا السن موجود، لكن هذا الشاذ العام بالغالب هو هذا سن السنوات هو سن الايه؟ التعليم. حتى في الروايات الشريفة يتركون يلعبوا كم؟ سبعة يلعب سبعة ويعني نفس سن المدرسة يعني مطابقة الروايات أيضا اللي تكشف من الأحكام الواقعية أيضا شو سبع سنين ستة سبع في الحدود التقليل يعني على هذا حتى حالة النبوغ أيضا ما تفرج عن هذا لابد أن يكون خمسة وستة النبوغ لا ممكن النبوغ هذا بعد ذلك ممكن يبدأ من سعر 24 يصبح قادر على ذلك ممكن يعني يمكن عشان يفهم بطريقتين بسرعة زي حتى في المدارس بيعملوا مدارس اللي بسموه تيس وشان هنا العباقرة أو النموذجية إنه يصير حرام تحط مع الطلبة العاديين تظلمه فتحط لهم برنامج مختلف تماما اصلا من اقوى ومن بسرعه ينمو واضح ام لا؟ اي حالات شاذه ونادره الصواب الاعظم لا هو هذا على الطريقه الطبيعيه هذه ست سنوات. المهم نرجع الى ما كنا فيه. اذا هذا هو التفكير. عمليه التفكير حركه العقل في المعقولات من المعلوم الى المجهول. هذه الحركه في الواقع حركه صناعيه، حركه ايه؟ صناعيه إرادية. أنت بتفكر بإرادتك صحيح؟ هذه الحركة كأي حركة صناعية مؤلفة من إيه؟ من حركتين. أي حركة صناعية مؤلفة من حركتين، حركة تجميعية وحركة ترتيبية. حركة تجميعية وحركة ترتيبية واضح. انت لو صنع هذه الطاوله كيف صنع؟ اول شيء سوى ايه؟ جاب الخشب. جاب الخشب اول شيء جاب نوع معين من الخشب، ثم الحركه الثانيه رتب قوائم وكرسي وهالاشياء الجو عدي صنع على النظام اللي سواه. السياره ايضا السياره كيف صنع السياره؟ نفس الشيء جاب الحديد وال كل من لوازم السيارة جمعها الأول ثم قام به بالتأليف اللي بنى البيت. نفس الشيء جاب الأول على الساحة جاب الأحجار والأخشاب والحديد وهذا بدأ اسمه بدأ يصف ويرتبه صار هذا البيت. كل هذا الموبايل هذا كل شيء كله مؤلف من حركتين التجميعية بين المواد للمواد الخام يجمع المواد الخام ويركبها على الصورة الصحيحة واضح لا؟ هذه الحركة الصناعية. ايش سمينا التفكير حركة صناعية؟ نعم. ماذا الصناعية يعني التقريب المتبادر إلى أنها باعتبار أو بوضع الواضع أو غير ذلك. ليه؟ بوضع الواضع. لأنها إرادية. لأنها إرادية سميناها صناعية. صناعية إرادية. ست صناعية إرادية بالإرادة. مو هكذا يصدر منه كمصدر الضوء من المصباح. مو فعل طبيعي الإنسان فعل صناعي. فعل إرادي. واضح ولا؟ يعني هو مقابل الصناعي ماذا يوجد؟ نعم طبيعي يصير. طبيعي. طبيعي. مبرمج غير ارادي غير اوتوماتيك زي ما احسنت مبرمج يصير نفس برمجة الكمبيوتر اوتوماتيك يتحرك غير التفكير. طيب هذه الحركه اذا وتلاحظ انت هذه هي الصناعه. طيب الخطا في الصناعه العيب في الصناعه يمكن ان يتصور من كم جهه؟ جهتين. الجهه الاولى ما هي؟ مواد
المواد تختار مواد رديئة، خشب رديء، خشب مسوس، خشب ضعيف، تفتفت، واضح ام لا؟ هذا اختيار هذه المواد يعني ما إلى ربط في أصل الفكرة. احنا كلمة نعم هذه الفكرة المواد لها حركتين تجميعية وترتيبية. أي حركة تجميعية ليش أنا اختاريت هذه المواد بالخصوص دون غير؟ هو هذا هذا ما هو ربط بشيء؟ ليه هو ليه ربط شيء؟ هو نفسه شيء. احنا هنتكلم التفكير هو هذا إنك مكان الصنع. ليش العيب في الصناعة من أين يصدر؟ لأن المواد تكون رديئة يعني تكون هذا الكرسي فيه عيب، فيه عيب يعني. إذا جاءت المادة، المادة إيه رضيئة اللي ما درجة أولى ما درجة ثانية، نحط لها مواد جيدة، مواد قديمة، مواد تعبانة، رضيئة. إذا من جهة اللي الصورة، الصورة فيها خلل في الترتيب، الصورة معوجة، مشوهة، مشوشة، واضح مثل الكرسي بس هكذا ما يكونش ثابت، ما يكونش في مشكلة في الصورة ماله، مو متناسب، مو متناسق، واضح شكله مو مناسب. هذا كله وقيمة كل بضاعة إنما تكمن في هاتين الجهتين. هذه بضاعة ما تشتري موبايل بألف دينار ونفس الموبايل تشتري بمئة ألف دينار، ليش؟ وفقا بيدفع أموال زيادة كده بلا مقابل. مو بيدفع المقابل، لا، هذا بمئة ألف هذا أجود مادة وأجمل وأفخم صورة، ولا مفروع بيدفع أموال بلا مقابل، والموبايل يشتري أبو ألف يشتري بمئة ألف، وضع عملنا لك هو بيدفع مئة ألف وهو إيه؟ وهو راضي. ليه؟ لأنه هيكسب شيء ومو يدفع أبو ألف، مش طبيعي. هذا الشيء السيارة تشتري في زارة مثلا، هذا سعر البيكان أو برايد ثمنها مثلا 10 مليون، هي المرسيدس 200 مليون أهو. ليه؟ هي سيارة كلها سيارة لها أربع عجلات تمشي، لكن أين هذا من ذاك؟ من جهة المادة ومن جهة الإيه؟ الصورة. هذه أقوى أمتن وأفخم، فالناس تدفع أموال حتى من أجل الفخامة، من أجل المتانة، من أجل الدوام، مو واحد بيدفع أموال هكذا بلا مقابل، واضح؟ إذا قيمة كل بضاعة، أيضا قيمة كل بضاعة تدور مدار إيه؟ موادها وصورتها. طيب نرجع للتفكير دول الصناعة. أيضا أنت في الحركة الأولى حركة تجميعية بتجمع المعلومات، وفي الحركة الثانية تقوم بترتيب هذه المعلومات على الصورة المناسبة للمطلوب. واضح؟ واضح أم لا؟ طيب الخطأ في هذه الصناعة كأي صناعة أيضا من جهة المادة أو من جهة الصورة أو من كليهما، أو من كليهما طبعا، شيء طبيعي. إما أنت اخترت موضوع معلومات فاسدة كاذبة رديئة، أو لا اخترت مواد جيدة ولكن لم ترتبها على الصورة ليه؟ الصحيحة. هذا فالخطأ في الفكر أو في التفكير إنما ينشأ من إيه؟ إما من نوعية المعلومات المستعملة في الدليل أو في صورتها من حيث الترتيب. طيب كذا كأي صناعة الخطأ من جهة طبيعة المعلومات، مادة المعلومات، أو من جهة صورة المعلومات الترتيب، هذا الخطأ كأي صناعة. ولذلك مست الحاجة إلى وجود صناعة علمية ميزانية تعلمك كيف تنتخب المعلومات المناسبة للمطلوب وترتبها على الصورة الصحيحة. كيف تنتخب المعلومات الصحيحة وترتبها على الصورة الصحيحة، وليست إلا صناعة المنطق. صناعة المنطق هي هذه تماما كصناعة النجارة والحدادة وصناعة السيارات وصناعة الكمبيوترات، نفسه صناعة تماما بتمام معنى الكلمة. انت ما تعوز تعلم النجارة عايز تعلم النجارة، تذهب للأستاذ الموجود المعلم تقول له ايش علمني نجارة، ماذا يفعل يعني؟ أمرين، يعلمك أنواع الأخشاب الموجودة، يقول لك هذه حبيب خشب درجة أولى، خشب درجة ثانية، تعلم تكون خبير في أنواع الأخشاب، مو تكون مستمع كذا ما يفهم، واضح؟ والشيء الثاني يعلمك كيف ترتب هذه الأخشاب، صناعة كرسي، صناعة خزانة، صناعة طاولة، صناعة، واضح؟ ما شاء الله من الصناعات. إذا أحكمت الاثنين صرت أصبحت نجارا ماهرا. وهذا وسائر الصناعة هذا. فأنت الآن عم تقول علمني المنطق، مين علمك إيه؟ هذين الأمرين أيضا، كيف ننتخب المعلومات الصحيحة وكيف ترتبها على الصورة ليه المناسبة المطلوبة، مو أكثر من ذلك. لذلك انقسم المادي المنطق إلى منطق مادي ومنطق إيه؟ سوري. قسم يعلمك كيفية انتخاب المواد
وقسم يعلمك كيفية ترتيب الايه يعني كيفية انتخاب المعلومات الصحيحة، وقسم يعلمك كيفية ترتيبها على الصورة الصحيحة. والسلام. المنطق مو أكثر من ذلك بكل بساطة. الوضع احنا شفنا بينا المنطق ازاي، ممكن تبينه على المنبر بهذا الشكل حتى الجماعة بسطاء الشيبة يفهموا هذا الكلام. واضح مش واضح؟ مو عايزين قضايا تعقيدية بكل بساطة وسهولة وكلام جريء بالنسبة لي، هم جريء وهم جميل وهم جذاب وهم مفيد ونافع كما سنشير. واضح؟ الأسلوب مهم جدا، أسلوب بيان هذا مهم جدا. حتى أنا أسف طلب أنا في الحوزة العلمية للأسف يدخل حوزة ويدرس منطق ويدرس أكثر من كتاب منطق وما يفهمه المنطق، وفي الأخير لك ماشي روح ما شفنا شيء، ما في يكفي علينا الآيات والرواة ويترك على يترك المنهج العقلي يبقى إنسان عادي إنسان بسيط إنسان مش منح أي منح صوفي منح إخباري منح ليبرالي منح مهم أي منح آخر، لأنه ما فهمش مواجهة الأستاذ اللي يبين له هذه القضايا بهذه البساطة. واضح لا؟ نعم هذه مشكلة، يعني المنطق مظلوم بهذا بهذه الطريقة، العدم وجود متخصص ليبين المنطق بالصورة اللي هي تكون تقنع الطرف الآخر على الأقل. واضح لا؟ هذا الأمر إحنا أقنعنا به عوام الناس فضلا عن طلبة الحوزة العلمية. واضح لا؟ تفهم هذا المنطق بدون مصطلحات معقدة وغيرها. واضح؟ التمثيلات مهمة جدا، والتمثيل أسلوب خطابي. أنا بتكلم معك الآن كأني جالس على منبر، مو كأني جالس في حوزة علمية منبر. واضح لا؟ إن هذا مطلوب هو هذا. إحنا التعقيد نحن بنين على التعقيد، التعقيد على الحوزة يدرس الشفاء والإشارة. إحنا بنتكلم بأسلوب بسيط بحيث يستفيد منه الخطيب، هم لنفسي هم لغيري. واضح لا؟ وهكذا إن شاء الله سنستمر على هذا المنوال. إذا اتضح المنطق قس أي صناعة يعلمك هذين الأمرين، كيف تنتخب المعلومات الصحيحة مادة، وكيف ترتب على الهيئة والصورة الصحيحة صورة. واضح ملا؟ هذا هو صناعة المنطقية هذه. طيب الهدف من صناعة المنطق ما هو؟ الهدف ما هو؟ هو الهدف من صناعة المنطق؟ ها؟ حتى نقع في الخطأ. أحسن. عصمة الذهن يقع في الخطأ في التفكير. هذا هو الهدف هو هذا. لذلك عرف ابن سينا المنطق في أول الإشارات، أول منطق المنطق الإشارات بدأ بهذا التعريف الذي يستبطن الغرض. قال هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. واضح ام لا؟ آلة قانونية يعني ميزان تعصم مراعاته، يعني تراعي شرائط هذا الميزان، تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ في التفكير. كيف؟ الآن فهم الخطأ كيف يتصور، إما خطأ في المادة، إما خطأ في ليه؟ في الصور بس سنت. مش لعلم النحو، علم النحو نفس الشيء أيضا، آلة قانونية تعصب براعتها اللسان عن الوقوع في الخطأ في ليه؟ في الكلام بإزائه تماما. واضح لا؟ لكن المنطق هو نحو التفكير، جرامر التفكير بالإنجليزية، القواعد. نعم قواعد التفكير. طبعا لما واحد يأتي يعترض يقول لي يا أخي أنا بفكر، كيف تعلمني أنا أفكر؟ أنا بفكر، ما تعلمني كيف أفكر؟ أنا هو أصلا إنسان عبارة عن حياة مفكر، فأنت يعني هذا شيء ذاتي لي، كيف تعلمني قواعد التفكير؟ ما هو الجواب عليه؟ لا نعلمه التفكير الصحيح. بارك الله فيك أحسن. نفس الكلام أقول لك تعالى، أنت في الحوزة أول شيء بنتعلم النحو والصرف، يعني قواعد اللغة العربية. إحنا عرب، إحنا مو إحنا عرب. عرب تقول لي أنا عربي تعلمني عربي؟ أيوة يا أخي أنا ما علمت تتكلم عربي، علمت تتكلم عربي صحيح. صحيح أنت الآن بتتكلم عربي صحيح، ولكن عربي مكسر، عربي ملحون، يعني تركيب الصورة بشكل صحيح. أحسن. في المادة وصوص الشيء، مادة صور، كيف تصيغ العبارة صياغة صحيحة بدون لحن، ما تنصب الفعل وترفع المفعول، مو أكثر من ذلك النحو هذا. واضح ملا؟ حتى تعصم من الخطأ في ليه؟ الكلام أثناء كلامك، بس الخطاب أنت أيضا دروس النحو، وهذه مهمة. هذا أي خطيب لابد هو
تعلم قاعدة لغة عربية حتى ما يلحن على المنبر. طيب أيهما أهم الآن، صناعة النحو ولا صناعة المنطق؟ هاي شيخ برضه؟ صناعة المنطق. ليش؟ إنه مقدمة لصناعة النحو يعني كمان يمكن أن يتصور الإنسان. لا مو من أجل هذا. لا. الخطأ في النحو يفكر الإنسان فقد يقع أيضا في الخطأ. خطأ في لا مو هذا. لا لا في شيء أهم. نعم. خطأ في الكلام لعله ممكن يختبر ويعالج، لكن خطأ في الفكر. بارك الله فيك يا حسين. اللحن في الكلام ما يدخل النار. أنا أقول ذهب زيدا إلى المدرسة، ما أقول ذهب زيد. قبيح، مو لا شيء قبيح عند أهل اللغة، لكن ما أدخل النار. ارتكبت ذنب، فقدت عدلتي، خذ حملة، ما أدخل النار، صحيح حملة. أما الذي اللحن في التفكير يؤدي اللحن فين؟ في الفكر والاعتقاد. هذا أخطر، أخطر بكثير. الخطأ في أي صناعة، وإن كان قبيح في نفسه، وإن كان قبيحا في نفسه، ولكن كما قال السيد الله يغتفر. يغتفر أو حتى لو يعرض في تعزيل، لكن هذا الخطأ في التفكير وما أدراك ما الخطأ في التفكير. كل المآسي والمصائب كما سنشير التي تعاني منها البشرية نتيجة الخطأ في التفكير. واضح. ليش ما نقول أن القضية في تقع في الخطأ؟ إحنا يعني مع غض النظر عن الخطأ، وليش ما نقول أصلا قضية التفكير هي متقدمة رتبة عن قضية التكلم؟ بلا شك. أنا إذا أريد أتكلم المفروض أنا عندي في المعلومات حتى أتكلم. أما إذا كنت فاقد للمعلومات، المعلومات غير مترتبة غير مرتبة، في الحقيقة راح أقع يعني في الخطأ في الكلام أيضا. فبالنتيجة أنه باعتبار أنه التفكير متقدم رتبة عن الكلام فله أهمية أكثر من الكلام. إحنا قبلنا هذا، بس قلت لك مو هذا، في شيء أهم من هذا. هذا يؤدي يثبت أن المنطق التفت ضرورة، لا إذا يثبت ضرورة تقدم المنطق عليه على كل علوم وخادم العلوم حتى النحو والصرف. صحيح هذا خادم العلوم، هذا هو موجود متفق عليه، لكن إحنا نقول نفس المنطق في نفسه وأهميته الخطيرة هي هذا الأمر، أن الخطأ فيه لا يغتفر بعد. ولذا شيخنا أنا ما قلت أنه قضية أنا أحتاج إلى معلومات، لأن المنطق ما يعطيني معلومات. المنطق يعطيني ترتيب المعلومات. لا ونوع المعلومات، نوع المعلومات وترتيب المعلومات. نعم بالضبط. إيه فما يعطيني معلومات. نعم. يعطيني ترتيب المعلومات. أنا أرتب المعلومة حتى أبينها. فقضية ترتيب المعلومة لابد أن عملية فكرية، لابد أن يعني في الحقيقة على حد التعبير أخمرها في ذهني بعدين أبينها. نعم. ولذا متقدمة رتبتها. نعم شيء طبيعي. هذا كلام صحيح. ما ممكن. لك أحبين مدى خطورته، مدى خطورته، خطورة كبيرة جدا. ولك شوف مع خطورته مهمل كم سنشير. فإذا هدف المنطق واضح جدا، هو عبارة عن بيان قواعد التفكير الصحيح كم النحو وين قواعد الكلام. طيب أهمية علم المنطق مهم، هذا مهم جدا. بعد ما المال مال ما هي؟ طب فهمنا ما أهمية أن يكون عندي تفكير صحيح، أفكر تفكير صحيح، ما هي أهمية علم المنطق؟ هذا نقطة مهمة جدا. بعد ما أهمية هذا الأمر؟ هذا اللي تفضل بشيء يعني نتيجة اللي راح تترتب على التفكير الخطأ. نعم يعني العواقب كلها راح بعد على هذا. أحسن. يعني يتلخص في كلمة واحدة إنه هو إن أهميته تتلخص في إنه يكون مقدمة لتصحيح الفكر. الفكر الإنسان بمعناه العام، الفكر والاعتقاد عند الإنسان، لأن الفكرة وليد التفكير. هو الفكر يجي الفكر بصفة عامة معناه العام جدا، سواء إنساني أو تجريبي أو غيره، من أين يأتي؟ من التفكير. الماكينة اللي بتنتج الفكر هي ماكينة التفكير، واضح؟ فإذا كان عملية التفكير صحيحة ما سينتج عنها ويتولد منها سيكون صحيحا، وإن كانت خاطئة كل ما بنيته سينهار. واضح ام لا؟ كل أفكارك اعتقاداتك الكلية والجزئية فتذهب هباء منثورا. مثلك مثل من بنى قصرا على رمال. واضح ام لا؟
بلا أساس. كل هذه الاعتقادات والميلة والناحية الاعتقادية والأفكار الفاسدة إنما جاءت من التفكير الخاطئ، مو أكثر من ذلك. تفكير خاطئ، تفكر غلط اعتقاداتك هتكون غلط، وإذا غلط هتنعكس على سلوكك بعد ذلك. الإنسان يعني فاعل مختار، يعني ينطلق من مبادئ فكرية. هذه المبادئ الفكرية إذا كانت فاسدة سلوكه هيكون فاسد، صحيحة سلوكه هيكون صحيح. النور الذي يهدي الإنسان إلى الطريق الصحيح الفكر الصحيح العقيدة الصحيحة. إذا كانت اعتقاد فاسد هيكون سلوك إيه؟ فاسد، مبني على فاسد فاسد. صحيح ولا لا؟ واضح. مش عارف السيارة اللي موتورها خربان طلع دخان أسود منها، انتجه هو ما تحرك طلع دخان فقط أسود، هذا انتجه هو، هذا صار ضررها أكثر من نفعها. نعم. في المشكلة يعني في كثير من هذه النتائج الخاطئة وهذه السلوكيات الخاطئة نشأت من شبهة. نعم. ندرحنا هذه الشبهة يعني في مقابل البديهة، ممكن إنه حتى البديهي أيضا يعني يغفل عن الإنسان. هنا المشكلة شلون راح هذا ينتبه أو يلتفت، خصوصا لأنه شبهة بعد هو في شبهة ما يمكن إنه راح يلتفت. أنا أشوف كثير من الحالات تصير نتيجة هذا شلون عالج الموقف؟ لا إحنا هي بين هذا القسم الثاني إن شاء الله بعد أمور الشبهات جات على المنطق، هو هذا الأمر كيف يدير وقوف الخطأ وكيف المنطق ينقذك من الخطأ، هذا واضح. له هو المنطق بيعطيك ميزان، إذا راعيته إيه عصمته وصرت معصومة، إن لم تراعيه تقع في الليل. المشكلة حتى المنطق في بعض الأحيان أيضا يواجه هذه المشكلة يعني. لا حاجة مبين، هنشير القسم الثالث، ارجعوا القسم الثاني ضمن الشبهات، هذه شبهات كثيرة موجودة. واضح؟ واضح إلى هنا أم لا؟ إذا أهمية المنطق لا تخفى على إنسان بعد ذلك، تقول ليش بندرس منطق؟ حتى نسمع ذلك أقوال من ما في داعي علم المنطق وحزب، هو علم المنطق حزب من جميع المدارس والجامعات، هذا أول شيء. المدارس والجامعات ما في شيء اسمه منطق اصلا موجود، واذا كان في بعض الشيء حطوه بالتاريخ المنطق ما له علاقه اصلا بالمنطق، رجعوا كتب موجوده الان كتب يعني لا علاقه لها بالمنطق الا اسمه، اسم بلا مسمى. واضح ام لا؟ الجامعات ما في اصلا، وكانت العواقب الوخيمه هي هذه الانحرافات الفكريه كلها من شأن هذا الامر. وانا لا ادري ليش ما بيدرسوا المنطق في المناهج التعليميه في المدارس، على اي اساس؟ ما ادري. هذا الأمر هذا عن جهل عن علم ما أدري. يعني هو هذا يعني يقول له صعب يا أخي وصعب، إحنا ما سمح السيسة سعد الله يحفظه مشغول الآن ببيان تدوين علم المنطق للصف الأول الابتدائي. إيش الإشكال في هذا يا حبيبي؟ أنت الطالب في الصف الأول البدائي مو بيدرس رياضيات حساب ويدرس هندسة في الصف الأول البدائي، أيهما أصعب الحساب والهندسة ولا المنطق؟ أيهما أصعب؟ هو شيء طبيعي، هذه المنطق مقدمة لهما، وزي المقدمة أصعب من المقدمة، يعني متأخر ربة بدأ بالحساب والهندسة هو مدخل يعني منطقي يقر العقل والحكمة. طفل صغير تعلمه هو ما علمته كيف يفكر التفكير الصحيح. المشكلة شيخنا في المفاهيم في المصطلحات. ها مش نفس الشيء. نقول درس الحساب والهندسة للصف الأول ابتدائي بتدرس له هذا نظرية نسبية أينشتاين ولا مبادئ البسيطة بأسلوب بسيط؟ مبادئ. ها؟ بتدرس له قواعد اللغة العربية للصف الأول ابتدائي؟ بدرس له المغرب والفين الدمالك ولا بدأ النحو والصرف باللغة العربية؟ مادة بسيطة أسلوب بسيط، نفس الشيء نفس الشيء. يعني هناك يوجد كادر تكفل بقضية تبسيط هذه المعلومات الحسابية وغيرها، المخرج بالنسبة لعلم المنطق هو الآن مثلا ممكن هكذا يكون مشروع موجود، لكن سابقا هو ما موجود. ما هو هذا قلت الإهمال، أنا أتكلم عن الإهمال الموجود. يعني كيف يعني الاهتمام بالحساب والهندسة واللغة العربية ومهتم بالمنطق وهو أهم منها جميعا؟ لو طبعا يكون في توجه في منهجيه وفي تربيه مدرسين وشيء، طبعا هذا كله فرع الاهتمام والعنايه. اما مع الاهمال ما يبقى ما عندك منهج ولا مدرسين ولا كوادر، وش الطبيعي النهائي شيء فقط الشيء ما يعطيه، فهذا امر ضروري جدا. انا بتكلم كثير مع مسؤولين التعليم عندكم من العراق ويجوا يتعجبوا يعني شيء طبيعي يا حبيبي. فبقول له منطق يعني درسوا الشفاء والاشارات. لا يا حبيبي زي ما بقول هندسه وحساب ما يعني نظريه اينشتاين واديسون، وعندما يقول له عربية ما يعني ابن مالك والمغني، بس يجب يقول منطق ما منطق ابن سينا وارسطو، ما بعد المنطق بأسلوب بسيط ها مصور ملون ها ممثل. يعني إلى أي حد يا شيخنا إلى أي حد يطرح في الصف الأول؟ لابد يطرح، وحن يقولي كلمة مزمي يطرح هو هذا لابد كمان يطرح اللغة العربية. كيف يقول اللغة العربية في الصف الأول؟ ما يبدأ بكلام الأنصب المفيدين في السنخل ليه حيبدأ بقضية بسيطة؟
بابا ماما اعطاني كتاب اعطاني مال بقدر بسيط واسمه فعله حرفه يمثل قدر يقول حساب الهندسه نفس الشيء يجيب لك شويه صور شويه تفاح تفاحتين ثلاثه ويخش لك في معادلات اينشتاين. التدرس في التعليم ما له علاقه اصلا بالدرجه المنهجيه، لكن اصل العلم مطلوب، اصل العلم مطلوب. شيخنا اصل العلم موجود ببقيه العلوم. فين اقول؟ لما ادرس رياضيات، لما ادرس علوم من اول ابتدائيه هو جاي يتعلم مسائل منطقيه ولكن بشكل غير مباشر. انا مو شرط انه اجي اطيب بشكل مباشر. احسن، يعني بتطبق المنطق القاعده المنطق. هو اذا ما يفتهم مبادئ المنطق، اذا ما يفتهمها مثل ما انتم تفضلتوا، الشكل الاول الطفل اذا ما يفتهم الضرب الاول يعني الشكل الاول من المنطق اذا هو ما يفتهمه ما راح يستقبل اي معلومه من اول ابتدائي الى نهايه الكليه. فهو بالنتيجه المسائل المنطقيه جاي ياخذها من خلال العلوم، من خلال الرياضيات، من خلال هذه الدروس البسيطه الى ان يتدرج. هو اساسا يفتهمها. ايه لكن شو احنا نريد نطيضه؟ اها انت حبيبي هو هذا، انت عايز تعطيه التطبيق مباشره. التطبيق من غير ما يفتهم ما هذا. هو يرى تطبيق من غير ما يفتهم ما هو هذا. لماذا هو هذا الامر؟ فهذا يؤثر كثيرا جدا بعد ذلك في بناء فكره، هو فكره الانساني. فكره الانساني. هو ما يفهمش انا ابني لو في الجامعه اقول له اجتمع ناخذ علم علوم اجتمع ما افهم ماذا اقول، ما معلش انت اجتمع ناخذ، ما يفهمش الكلمه هذه. ما يفهمش القواعد اللي هي البديهيه، البديهيات اللي عرفت البديهيات العقليه الاوليات هذه. لكن هو يطبق من غير ما يفتهم اي شيء، عارف الميكانيكي اللي بيصلح العربيات وما يفتهم ما يفتهمش هندسه، ما يفتهم اي شيء في الميكانيكا. لكن هو مطلقا عارف الكمبيوتر لما تعلمه والروبوت هذا ما يصير انسان آلي. فهذا ممكن يمشي شويه في العلوم التجريبيه، اما تعرف العلوم الانسانيه ممسوح ما يفهم اي شيء بعد. ما يفهم معنى العقل وقيمه العقل وكيف يعمل العقل، معنى كيف يفكر ما يفتهم، ولا كيف تصور انه يصير انسان. هذا انت بتبرمجه زي برمج الروبوت، مش الروبوت يعمل دلوقتي يصنع سياره؟ وضع عملاء او كمبيوتر يصنع بالفوتوشوب يصنع سجاجين يصنع زوالي هذا يصير تلقيني. هذا يمكن يصرف شويه في الجانب التجريبي، اما في الجانب الانساني الانسانيه اللي هي العقيده والفكر صفر. لانه زنيته صارت زي العقيده هو جاي يطير مبادئ العقيده بشكل بسيط، هو مو فاهم مبادئ العلوم بشكل بسيط. لا هو ما يفتهم كيف الدليل، انت الانسان اللي تعلمه كيف ينشئ الدليل، كيف ينشئ الدليل واضح؟ وكيف ينقل الدليل ويكتشف مغالطه. كيف ينشئ الدليل اذا نريد نعلمه للطفل؟ ايوه زين، هو اساسا يفتهمه كيف ينشئ الدليل. لا يفتهمه. ولكن بشكل يعني انت عايز تقول، انت عارف مشكلتك ايه؟ انت تقول عايز تقول المنطق بديهي فطري موجود. المنطق نعم احسن بارك الله فيك. مبادئ المنطق بديهي. ولا ما كانش بينهم يمكن يكون هو اول العلوم. هو ممتلك من الصفر، ممتلك من قضايا فطريه موجوده عندك، لكن مو كله بديهي يعني البدايه، لكن البناء اللي عليه بعد ذلك في المنطق كما سياتي وكنت درست ايضا مش بديهي. ان اشراق الشكل الاول والشكل الثاني شو بيسموه بديهيات، هذا مو الواحد يعرفه. اشراق البران احسن. اذا هذه الامور جديده بالنسبه له ومهمه. راح تكون جديده شيخنا، بس انتم كيف جديده؟ بعد ما تقدر تعطونها للطفل. انت الان الطالب مو في الطفل، الطالب الان في الحوزه 20 سنه في الحوزه ما يعرف البرهان يعني ايش. لا شيخنا احنا موضوع ما يعرف البرهان الابتدائيه والمتوسطه بعدين نسمونه، لان هذا بالمدارس الاكاديميه ما موجود. ما نحكي عن الحوزه الان، كان موضوع لا انا بكلمك عن الباب اللي هو فيه اهتمام ايضا. البرهان ما عرفش برهان يعني ايه، فشيء طبيعي اللي في الجامعه ما عرفش برهان يعني. ما عرفش الفرق بين البديهيات والمشهورات والمقبولات، وما عرفش الفرق. ماشي فرق استاذ، يعتبر يجيب دليل خطابي يعتبر دليل ايه؟ برهاني وعقلي. وهذا شيء خطير جدا، هذا خطير جدا في المجال الانساني. قلت لك المجال الطب والهندسه مجرد مثل بتبقى تلقيني وضع عمل احسنت، يعني هو برمجه حتى تنفع تجيب اي انسان تعلمه هذا الامر. اما العلوم الانسانيه عاده تفكير، لابد يميز بين المعلومات الصحيحه والمعلومات غير الصحيحه في العلوم الانسانيه. لكن هم اضطروا بعد ذلك يهملوا العلوم الانسانيه في المدارس والجامعات، وبدأوا ما اعتبروش علم، سموه ادبيات. اليوم يقول لك ما في ميزان لها. لكن الطب والهندسه لها ميزان. احسنت، هو هذا نتيجه هذا، نتيجه جمع المنطق. الطب والميزان تعرف الميزان تطبيقا بالممارسه. دون ان يعرف القواعد، واضح؟ فهذا لم يدخل بيته من ابوابها، انت اول شيء تعلم ترتب ذهن الطفل، تعلم كيف يفكر، بعد ذلك في الماديات وفي ما وراء الماديات. اول شيء اضرب لك مثال، اول شيء تعلمه للطفل احنا نعلمه في منهج الاكاديمي عندنا في تربيه الطفل، اول شيء تبين للطفل ان الموجود عام من المحسوس وغير المحسوس. هذه اول شيء تفتح له باب الايه؟ الانسانيه والتدين. الان الطفل يدخل مدرسه ويصير بروفيسور في الطب وعنده الموجود يساوي الايه؟ المحسوس. اطمئن تماما، حتى لو متدين ثم غير سلفي. وهذا يلقن عنه. هو احسن يلقن هذا. شيخنا احنا مرات نحكي عن مدارسنا في عالم الاسلام، مره نحكي عن عالم الغربي. لا كل العالم الغربي اذا تقول له تريد ادخل المنطق يقول لك راح تخرب شغلي.
واضح هذا. ولذا هو من أول ابتداء أنا مطلع أنا على بعض الطلبة اللي درسوا بالمدارس البريطانية والمدارس الأمريكية من السنة الأولى يقول لك كل قضية تجي كل نتيجة في هذو طرفين هذا الطرف وهذا الطرف طيب. ممكن هذا حق ممكن هذا حق طبعا. يعني ما يعلم أنه حق واحد طيب. يقول له هذا الطرف طيب. من البداية طيب. بالنسبة للغربي أنا وافقكم هو متعمد في حذف المنطق. أما صح. بالنسبة للعالم الإسلامي بالنسبه للعالم الاسلامي هو راح يقول لك انا هذا ما يحتاج بالنتيجه هذا لا يصير طبيعي المنهج منين هو الاسلامي من الغرب هذا من الغرب هو انت فاكر المنهج اللي درسته انه هو نفس الغرب هو مصيبتنا هي هذه مصيبتنا هي هذه احنا المنهج الموجود عندك هنا حتى في ايران هو اللي في باريس هو وضع اليونسكو حبيبي دوله اليونسكو يونسكو هي النظام العالمي هو اللي حطناه هو اللي حط لك مدارسك انت اللي يمكن انت تدرس منطق مثلا انت بالمدرسه تدرس فيها البرنامج اللي حاطينه في اكاديميه الحكم العرقيه هنا ليه؟ لان اليونسكو يسقط لك اعتبار الشهادات مدارك اللي حاطينها مدرسه ومدرسه الشيخ ابو حسين ليس لها اعتبار حتى تاخذ دكتوره منها اللي هو الاعتبار في ايديهم هم اللي بده يعطوا الختم حتى الشيخ يقول مداركنا لمناهجنا مو المنهج من عندك ومدرك من عندي روح طلع لك انت مدرك ما حيصرف لك غير انت انت وجماعتك بس تخرج برا ما حد حيعتبره اي حتى دكتوراه ما يسويش فلس المشكله هي هذه المشكله في 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 في, في التقويم العلمي ليس لها اي قيمه لابد تمشي بالطريقه اللي انت قلتها هذه اللي يتولد انسان حسي مادي حتى يعطيك ليسانس وماجستير ودكتوراه معتبر يصرف لك في كل مكان اما عايز تبدا من الصفر ومنطق ارسطو والمحسوس والمعقول ولا والقياس والبرهان لا لا يخرب ليش كل شيء وانا ما اعتبره اي قيمه انا حسقط لك اعتبار الاشياء فاضطر مضطر انت مضطر انك تسيرهم يعني سيطره سياسيه بعد ان هم غيرهم كل شيء يعني هذه مشكله بين الامرين ممكن لانه بدايه هذا يعني المنهج كان ما يكون من الاول او لعلهم الثالث او رابع حتى تكون مدارك الطفل الى مستوى انه ممكن تعرف المفاهيم اللي يعني نحن نحن ودعنا احنا استطعنا هذا الامر تراجع الممكن كتبه سيد سعد للصف الاول والثاني من الاول يعرف احنا مش قلنا انه هو خادم العلوم كيف يدرس الهندسه الصف الاول ليش ما درس الصف الرابع الصف الاول في هندسه موجوده وحساب ليش ما درس الصف الرابع والهندسه متاخره رتبه عن المنطق كما قال النحو كما قال الشيخ هنا متاخر اصلا والنحو في الصف الاول بيدرس النحو له الاعتبار الانسان هو طبيعته والارتباط بالماديات والحسيات لذلك راح بسرعه راح لان هو عاش نعم. خمس سنوات هو بدرس نعم. هذه نعم تمثل للمعقول بالمحسوس هو اللي عرفنا احنا هو هذا هو عيشه تمثيل انه ذا يصير يعني المنهج انه يصير تفكير على انه من صف خامس او رابع بهالشكل اعتقد راح يكون انجح لانك انت لا انت اعتقدت ان احنا حندرس على طول علم تصور وتصديق في الصف صف الاول مو هكذا حبيبي احنا عندنا بصوره التفاحه وصوره امه وصوره ابوه نفس الشيء والصوره راجع انت المنهج لا باس حتى تشوف الانجاز احنا بدينا احنا استطعنا هذا الامر يعني منهج منهج مبسط يمكن للطفل ان يدرك هو يستوعب احسنت يكفي من بين من الموجود عمل المحسوس هذا مهم جدا هذه مو يقف زي المنسوق ده من المحسوس في الاخر سنة مادي ودي علة عدم التدين انا بعامل دايما والابتعاد عن العقل ان الدين يعرف بالعقل الدين كله غيب الذين يؤمنون بالغيب الدين ليس فيه حس مبدا ومعاد وحي ما فيه محسوس ما معقول مين اللي بيدرك المعقول الغيب العقل الحس مين يدرك الغيب اصل كلمه غيب يعني غائب عن الحس لا واضح واضح انت وانت هو هو سبب انت اخش بعمتك انت اي مو حول الجامعه باريس تعال غير جامعه قم شوف راح يسخروا منك ما حد يحترمك ما حد يسمعك هو سبب ما هو هم دول ابناء ابناء قم مو ابناء باريس لان دراسه حسيه حبيبي حسيه ودراسه حسيه احنا جايين نكتشف في قم نفسها نعم اي ما هو ابناء شو بعض الاخوه احمد عنده اطلاع كبير طيب ما هو واضح اذا مطلع حدا يمكن انكاره ادخل ما يجي جنبك بكره غدا جنبك قوم شكرا حيستقبلوك ما يستلم لك اصلا ما يستلم لك اصلا يشرب منك ليه؟ لانه انسان حسي انت بتتكلم في وادي هو بيتكلم في وادي ما يفهمكش هو بيشرب منك مو احتقارا ما يفهمكش ما يفهمش عليك حتى لو يتكلم مع ابنك انت لو تتكلم معه على الكوره ولا على فيلم لا يسمعك لو تعالى تتكلم معه بعض المواد وقال الرسول قال يشرب منك ما عنده ظرفيه يستمع ليك انسان حسي والحسي يستقبل الماديات فقط فاهم الالوان والاشكال والاغاني يستقبلها جيد اما المعنويات يدركها العقل وهو ما عنده عقل انت ما قوش انت موت العقل عنده وهذا حمله لابد من احياء العقل حتى يحيى الدين الدين قائم على العقل اذا هو ملاك التكليف الانسان لو هو مو عاقل زي المجنون او الصبي سقط عنه التكليف في حكم البهيمه ما يتعامل مع الشرع كانسان وهذا حمله بعد ان ما عنده عقل اللي يفتهم الله وكلام الله والرسول والحسن والحسن والقبح ها
والشرف والكرامة كل شيء. العقل يفهم الحسم يفهم الشرف والكرامة يعني. واضح له ليس له لا طعم ولا لون ولا رائحة. فهم؟ فأنت تعتبر قوي الحس تقوي الحس تقوي الحس يصير مادي. حسي يصير مادي. عقلي يصير مهدين. المدرك المعنويات والدين هو العقل المحس واضح. لكن مهمة جدا هذه مهمة جدا جدا. وأساس عدم التدين هو هذا. وأساس حتى هنا في إيران في دولة الإسلام ما التفتوا لهذه المشكلة عنده. وإلى الآن ودي مشكلة كبيرة نعاني منها الآن عدم التدين بين الشباب برغم أن منهجهم الدنيا قوية جدا. لأنه نسي أنه هو كأنه شخص المشكلة أن في عدم التدين هو ضعف العلم الدينية فقوت العلم الدينية. قوة التلقين. ايه احسن فالطالب ينام في درس هذا درس الدين احسن انا ابني الشيخ في الحوزه ابني الكبير بقول له انت درس الدين عندك يا حبيبي في المدرسه قال لي اه قلت له في قال احمد زنجي بيكاري يا ابن نام فيه يا هذه مصيبه هذه حبيبي هذا ابن الشيخ ابني بطاله درس البطالين يعني نام فيه وما حتى مدرس ما ينهره حتى يدرس وكان درس الهندسه ولا بتاع لا يطردوا برضه جد المدارس هي مدارس حسيه ماديه لا تربي الا الاتجاه الالحادي والاتجاه تقدر تقطع عزله ما في ما تاثر بعد خلاص واضح فاهم في ايران عاملين دروس دينيه قويه جدا الحق حق قوي جدا عندهم ولكن ما في انتم يستقبل هذا الكلام انا طول انت مسوعد عمال يبس على المايسات والدش على بيرت واضح ام لا ما يستقبل يا حبيبي ما بتقوي بس لابد تغير الدش تخليها ضعيفة واضح ام لا هو مش الصله مقطوعه بينك وبين الشباب الان والسر هو هذا انه الحس انه مو عقلي ضعف العقل واضح ام لا فاحنا بدنا نقوي العقل مو نقوي الدين اذا قوي العقل قوي الدين فانت تعالج المشكله المرض مو عدم التدين المرض عدم التعقل يقول انت مهمه جدا ظبط الدش الاول بعدين باقل بس يوصل للقطه على طول شيخنا عفوا ممكن يقال ابتعاد العقل عن الدين؟ لا هو اللي بيدرك لا مدرك للدين ما هو الدين يعني الغيب عالم الغيب قلت لك مبدا ومعاد وحي وقيم معنويه هو الدين هو البعض هو ها؟ هو يبتعد بنفسه يعني مين اللي ابتعد؟ هو بعض الناس هو يبتعد عن الدين ليش ابتعد عن الدين؟ يبتعد لا ليش؟ هو السبب او باخر لا هو السبب ما هو السبب ضعف العقل اما من لا ضعف العقل ضعف العقل السبب هو هذا مو في سبب اخر حتى لو كانت يعني غلبت الشهوات بالتالي هو يضعف الاعتبار ضعف العقل نعم ضعف العقل هو الشهوات ضعف العقل قوة الشهوة نعم مضمون روايه او نص روايه اللي هو صالح عليه السلام نعم يقول من كان له عقل كان له دين بارك الله فيك بارك الله فيك نعم حديث صحيح روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول العقل دعامه الانسان يعني فصله المقوم ولا دين لمن لا عقل له يعني العقل هو مساوي للدين مش اخر احنا اللي خلنا بينهم جعلناهم ضدين ضد الدين زي الحنبلي السلفي اللي صار للتشيع واضح لا هو هذا شر العقل ضد الدين ضده مو حتى مو ليس له علاقه ضده واضح فاذا احنا ما نستطيل كثير اذا نرجع لاهميه المنطق وان هو اساس وضروري ولابد يبدا يدخل المنهج التعليمي في الحوزه يدرب بصوره جيده وتخصصيه مو بطريقه هكذا تلقينيه وفي المدارس ويدرس من الصف الاول الابتدائي لانه هو هذا الاساس واللبنه الاولى اللي على اساسها سنقيم صرح المعرفه النظريه والعمليه واضح اعتقاداتنا اصول الاعتقاد والاخلاق والحقوق والسياسه كله مبني عليه على هذا على التفكير الصحيح تفكير خطا كل ما بني على الخطا فهو خطا اكتفي بهذا المقدار في القسم الاول والحمد لله رب العالمين.